خلينا ننتقل لملف آخر، ملف الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تفعله إسرائيل. تايمز أوف إسرائيل بتتكلم عن تقرير وبتقول السلطة الفلسطينية سعت لتدبير زيارة ترامب لضريح عرفات. التفاصيل بتقول إيه؟ وفقا لهذا التقرير في تايم اوف اسرائيل، هم بيقولوا انه وفقا لكلامهم الولايات المتحده الامريكيه رفضت الخطه اللي كان تم وضعها عشان يمر من خلالها، خطه مروريه يعني الرئيس الامريكي هيمر منين علشان يقابل مين، انه وفقا لهذه الخطه هيمر بضريح الشهيد ياسر عرفات، وكاتبين انه ده كان تم او الاداره الامريكيه لديها خوف انه ده يخلق توترات مع اسرائيل ويسبب انتقادات داخليه. ده وفقا للتايمز اوف اسرائيل. وأيضا التقرير بيقولوا فيه أو بيتهموا بشكل أو بآخر أنه السلطة الفلسطينية سعت لاستقبال دونالد ترامب في المقاطعة في رام الله، اللي بيصلها عشان يوصل لها لازم يمر عبر ضريح عرفات المجاور ليها. وبيقولوا أنه مسؤول فلسطيني غير مسمى، ما قالوش اسمه مين، قال أنه الفلسطينيين أرادوا إخفاء التخطيط لمرور ترامب في موقع على طريق يعني الضريح. وكلها على فكرة حاجات يعني من غير أسماء، يعني التقرير ده في تايمز أوف إسرائيل كلها مسؤول لم نسميه، مسؤول آخر. وفقا للتقرير بيقولوا قال مسؤول آخر في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ما قالوش هو مين، قال لتايمز أوف إسرائيل إنه الخدمة السرية اللي بتنظم أمن زيارة ترامب هي اللي بلغت الفلسطينيين إن الرئيس الأمريكي مش هيصل المقاطعة عبر ضريح ياسر عرفات بسبب ما أسموه بالحساسية السياسية والدبلوماسية لهذا الأمر. ويقال انه حصل تواصل ما بين برضو تاني هنا مجهلين، مسؤولين رفيع المستوى في إدارة ترامب، وأبلغوا الفلسطينيين انه ترامب مش هيمر عبر ضريح عرفات علشان ده هم اسموه وضع محرج له سياسيا في الولايات المتحدة الأمريكية وقد يتسبب في أزمة مع إسرائيل اللي هي الحليف الأول يعني. وقال ان هذا المسؤول الرفيع طلب من السلطة الفلسطينية العثور على طريق بديل. في نفس التقرير بيقولوا انه مسؤول، كل دي ناس مجهله، مسؤول تاني بقى في السلطه الفلسطينيه نفى كون الفلسطينيين ارادوا احضار ترامب للضريح، وقال ان المسؤول الاول سعى فقط لخلق الجدل. يعني المسؤول رقم واحد والمسؤول رقم اثنين والمسؤول رقم خمسه كلها موضوع قد يكون لا اساس له من الصحه وقد يكون له اساس من الصحه، بس هي الخلاصه ايه؟ انه الاعلام الاسرائيلي طول الوقت عايز يوضح انه ياسر عرفات شخص غير مرغوب فيه، انه دونالد ترامب مش عايز حتى يمر، مش ان هو عايزه يمر بس من ضريح ياسر عرفات، انه الفلسطينيين عايزين يجبروا الامريكان، عايز يخلق حاله من الجدل وحاله من العبث في شخص او رمز ياسر عرفات اللي هو حتى هذه اللحظه بعد وفاته وبعد كل هذه السنين ما زال يسبب قلق وتشعر اسرائيل ان خطر بس مجرد المرور عند ضريحه. يعني والله يكفي ده ياسر عرفات يعني عبر تاريخه الطويل، والله يرحم من ماتوا من أهالينا ويصبرنا.